بهجة. دو اعتراض معتزلة واردي سر عقيدي أهل السنة عن كردب لباري إثبات صفات زائد لسر ذات باري تعالى كصفات كان أزلي بن ودالي وجود محمولي بن هل وجود رابط يعني. كتيان دو خرافي لي ولازم دي يك قدام بو غيري خدا دو تعدد بو قدما أو دو فسادة هل كان أوام فيانوا بو هل كان محزورا كتيان لعقيدي إيوه أو دو فسادة لازم دي ما تنش فرمو وهي لا هو ولا غيره صفات لا هو عين ذات باري تعالى نين بلان ولا غيره غير جنين كغير نبن ما وصلت تتزن الشرحي كير كتي كغير نبن ولا غير الذاتي يعني يكي قبخي النوى فرمي أن صفات الله تعالى ليس عين ذاتي ولا غير الذاتي كغير نبن فلا يلزم قدام الغير ولا تعدد القدماء ولا تكسر القدماء فس لازم لا يقدم بغير خدا ولازم لا تكسر قدماء ويا بويا لازم نها تعدد قدماء يعني دو محزورة كان هل كان لازم نهاتن مثل إيماء بو لازم نهاتن شو كصفات غير مين دليل ده فرسم غيري بس معنى يعني درس بيشش توضيح ما ندعوا غيري بمعنى جائز الانفكاك نينا بلام غيريتي مطلقي بمعنى نقلي هو حيانا بلام فردي أولي غيريتي يعني نيا فردي دو مكان هيا وايا أمن هالأول دو مكيد سان لترتيب ده اللي متقدر شيتن باشا جعلا إجمالا توزيحة كبدين غيريتي شتك بو شتك كتر يعني شي يعني أو شتا نقيلي فلان شتايا نقيلي هو يبو فلان شتايا يعني بحمل المواطات حملك كسر فلان شتايا جا أو غيريتي بمعنى نقيلي هو داري دو فردة فردة كان أويا هو نين بو يكتر عيني يكتر نين بلان ده عيني حال ده انفكاك شان ليك دروستا وكو زيدو عمرات غيري شان انفكاك شان ليك دروستا غيريتك شمان هيا بلان غيري يكترن يعني نقيلي هو نبو يكتر بلان انفكاك شان ليك دروز نيا وكو صفات بو موصوفي وكو جزء بنسبة كلي ومتقابلا موصوف بو صفتي وكل بو جزئي او حالتان هيا جا صفات باري تعالى بنسبة ذات باري تعالى غيري ما معنى نقيلي هو انضلام دبشي دوها ما كيدا تجاوز الانفكاك نينا فردي بمعنى اولي غيريتي انت هذا موجود نيا غاية بس كوابو اتو چه غيريتك اللي صفات نفي كرد اي اهل سنات غيريتي بمعنى جواز انفكاك نفي كرد باشا جا كتد غيريتي بمعنى جواز انفكاك نيا بويا لازمنا تعدد قدما كوابو نفي تعدد قدما متوقفة لسر نفي غيريتي بمعنى جواز انفكاك مفهوم مخالفة كي ثبوت تعدد أوجا نفي كان ثبوتك ثبوت تعدد متوقفة لسر ثبوت غيريتي بمعنى جواز انفكاك يعني أجر غيريتي بمعنى جواز انفكاك هبه أو وقت تعدد رودة دا طبعاً شنك أو نيا بوية تعدد رو نات دا أو قصية مردودة تعدد متوقف نيا لسر غيريتي بمعنى جواز انفكاك ادي تعدد متوقف لسر ثبوت مطلق غيريت هر جاك غيريت هبو شفر دي اول غيريت شفر دي دوم غيريت يعني خلاصا نخفر غيريتي بمعنى نقيضي هو لهر شو ده هبو تعدد روددات حتى جزء كل خو غيريتي بمعنى اول ينتهي دانيه غيريتي بمعنى جواز انفكاك انفكاك خليك دروز نيا ديد عين حالة تعدد شان هي مجر كل جزء متعدد نينا كل كبه داري دا جزء بي او جزء انا انفكاك يعني لكل كي خنا بيتا جاج الانفكاك نين بلان دا عين حالة ليد برسن تعدد هي لبيني او كل جزء ايدا بلان تعدد هي غاية صفتك وموصوفك خو غير نين بمعنى جواز انفكاك بلان تعدد يعني هي يعني دوشتن يعني يكشتن دون صفة موصوف جاك موصوف ده دانا بنش ده لازم ده تعددك زيادة حاو دانا بن تعددك زيادة واني آخر دي باشا اتو غيريتي بمعنى جواز انفكاك نفي كردوا كتو تبوية تعدد رونادة تعدد قدما خو تعدد قدما متوقف نبو لسال او غيريتي تابلي شنك او نية فس تعدد جنية واني ولقائلين قائلك دتوانيتن اشكال بقريتن لقائلين كفترة ديالة اعتراض قوية باشا لقائل قائلك حقي هي اعتراض بقري ألو جوابي فيشو بلك هاكا أو محزوري دوهمي كمعتزلة دان كود لمذهب أهل سنة ولازم دي
أبو جوابي دفع نابي قبل لا غيره بو جوابي أو محذورة دفع نابي تعدد هردي بو لقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير معنى جواز الانفكاك دتواني منع بك متوقف بوني تعدد وتكثر متوقف بي لسر شي لسر تغايري بمعنى جواز انفكاك باشا يعني تعدد متوقف نية لسر أو تغايرة بلكو متوقف لسر مطلق تغاير هر جقاكي تغاير هبو نقيلي هو هبو تعدد هر رودة با جواز انفكاك شان لكتر نبي باشا دي باشا فس كوابو تعدد وتكسر فرعي تغايري بمعنى جواز انفكاك نية فرعي وينية يعني حتى اگر او تغاير نبول بين دوشتا ذكر تعدد هر هدية شنك نت غيريتي معنى نقيله هو هبوه دي باشا لصفات دا انقو او تغايرتا نفيك اللي بين صفات خدا وذات خدا دا وايا خو تعددش متوقف نبو لسر او تغايرة يعني اعوالا متوقف نبو لسر تغايري معنى جواز انفكاك تابلي چونك او تغاير نية فتعددش نية ونيا تعدد متوقف نبو لسر او تغايرة تابلي ما دام او تغاير نية فتعددش نبي اخا اگر تعدد متوقف بالسر او تغايرة وقتك تعدد دبوك او تغايرة هذه وقتك او تغايرة نبا تعددش ندبو دخو تعدد متوقف نية لسر او تغايرة تابلي كنجي او تغاير هبو تعدد دبي اگر او تغاير نما تعددش نامينة خوانيا بو للقطع بان مراتب الاعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل من آخر لا يغير الكل شنك يقين من هي بوا ككل نوعك لأنواع مراتب أعداد هر مرتبك دي نظر بقلها وحدة مرتبك اثنين مرتبك دو سي مرتبك شوار أخي أنا مرتبة دي مراتب أعداد هر نوع اقل انواعي او مرتبانا اقد نزل بقلي في داب ربوسة للشوار وفينجو اوانا او مراتبة متعددا يانا بل تعدد يانا متكسر يانا هي يانا بل هي يانا دي دقل واش خب بعضك لوانا جزء لبعضك كتر وحدة جزء اكل اثنين او جار واحد واثنين جزء اكل لثلاثة واحد واثنين وثلاثة جزء اكل لشي لاربعة دي تعدد الشان هيد حالك اذا هندك كان جزء لأويتر هر كام لما تحت جزء كلماهية ما فوق وايا كجزء هو الجزء لا يغير الكل بس اويت كلمتها كل دي هو جزء مغاير كلنية بغيرية معنى جواز انفكاك شو تغاير معنى جواز انفكاك يعني نبو هو جزء محالة لكل جزء بتوا جزء كل انفكاك يعني لكتر نابي كل من حيث انه كل جزء من حيث انه جزء هو انفكاك يعني لكتر نابي دي او تغايري بمعنى جواز انفكاك جنية لبين او مراتب اعداد دا كشي تعدد جهر هيا كوابو تعدد وابستا نبو بتغايري معنى جواز انفكاك تابلي اگر او تغاير فوتا تعدد جدفوته او تغايرا ليرا دا لمراتب اعداد فوتاوا تعدد جنفوتاوا دي صفاتش بنسبة ذات هروالا راس تغايري معنى جواز انفكاك النية لبار او تغايرش يعني نبي بمعنى جواز انفكاك بلان آية ليه ولازم ده كتعددش يعني نبي وتعدد ربطك بو تغايره ونبو بأو تغايره هر نبي بلان تعدد يعني هر هيا بس كوابو تعدد القدماء كمحزور دوما هل لازم هاتوا نتواني بو جوابا او محزولة لخد دفع بكي حالي هي شور جابة تبير للحافي فلسفية واقر شعيكا مع ان البعض جزء من البعض هل لما قولات دخلون لمال خو اعداد هيش كام يعني جزء من لماهياتي لماهياتي أويتر كثمان ماهياتي عدد مركبة لوحدات ويا اثنين مركبة لدو وحدات سي مركبة لسي وحدات نقبلي دو جزء من لماهياتي سي وأوجر دوك ودوك جزء من لماهياتي شوار نبي سانا دراسي عدد لبعض عراد داخلين دو مانا يدي هر عددي مركبة لوحدات نك مركبة لمراتب أعداد شوفني يا أختي ترجيحي بلا مراجع وفلان وبسال لازم ديتها يجوز مع أن البعض بعضك لو مراتبه جزء كلا بعضك هواني أو الحاجة الفلسفية غلطة توجيه ده مراد لجزئية إلى بمنزلة الجزء منزلة بمنزلة الجزء
راست ايدي اگر دو نبي سيب بوجود ديتن بمنزله جزء ايدي يعني شون كل متوقف على سر جزء سيش متوقف على سر دو لسر يكك شوار متوقف على سر دو اوانا حالي شون اهوات بمنزله جزء منزولة نك معنى جزء حقيقية على حال چه جزء حقيقي بن چه بمنزله جزء بن خو انفكاك يعني لكتب دروس نية دا اوات تغيري بمعنى جوازي انفكاك يعني نبو تعدد شان هر هبو كابو تعدد متوقف نية لسر او تغيرا هل تعدد متوقف على سر شي؟ مطلقي تغير تغير بمعنى نقيل هو لبين ذات الصفات ده هيا تعدد متوقف والسروي فسكوا ابو تعدد قدما هرود ده هل هي شلون او جار وايضا اشكال كتر قل لا انك فقط بمساله يعني انك اشكال كتر بلان دليل كتر مساله وهي كتعدد متوقف نيا لسر تغير بمعنى جواز انتقال لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة خو النزاع تصورناك للاين أهل السنة والجماعة ولودا نزاع لودا كصفات متكسرا متعددا شو متغاير بن دقال ذات شو متغاير نبن هيتش سنية قنية كبلي صفات متكسر نينا حمو هذا صفات خدا شيا كثرة تدا تعدد تدا شبلن متغايرة؟ شبلن غير متغايرة؟ شبلن غير متغايرة؟ هل أهل السنة النزاع يعني لو تكسر إيدا؟ هم ظلن صفات متكسرة؟ قائلن بو تعددا فس كوابو تعددك متوقف نبو لسا تغايري معنى جواز انتكاد من يا آخر؟ أها زور شاكا فس كوابو أما شبكين بو جوابي أو محزوري دوهم كمعتزلة دان كل عقيدة إيه ولازم بي جواب أوي بلن بلن تعدد قدما لعقيده اما ولازم دي اخر بيشتر جوابي ده وقتي نخي لازم نايه جوابك تمنعي وبلن لازم نايه يعني منعي ملازميك وقتي لإثبات استفاد را تعدد لازم نايه بو شنك غير نينا اما اوجر وانالين شنك غير جنبن تعدد هل لازم هات شو بلين بلين كاكا بلن لعقيده اما وتعدد قدما لازم دي بلام او تعدد قدما محذور نيا ممنوع نيا حالي هاي محذوري اول كمحذور بو قدام بو غيري خدا واني متعال محذورة او لازم نايته او ما دام صفات غير نبن نبو قدام بو غيري خدا بو قدام بو صفات غيري خدا نبو بس او محذوري اول كقدام غيري لا لازم نايته محذورة كي دوم كأنقو فتن وابو محذورة تعدد القدما لا عقيدة إما ولازم ده بلا ما ضمن محزور نية أو شتيا غلط نية باطل نية فني آخر هس كوابو بجوان ويا للجواب ده إما منع بطلان تعليم كي منع بطلان تعدد القدماء بكي ضمن باطل نية هذه شو نك نفي ملازمة بكي فالأولى أن يقال أولى للجواب ده نيكو الصواب شوكتي أولى لا قريبش هذه الجواب ها يعني شيء أولى. يعني دتوانين بلين دتوانين هرب جوابك أول هرب جوابك أولش حمل بكين سر أو معناه. حمل بكين سر إيرة. أم تخدش في الدنيا من عزم كردن. قلت ما وصلت أختزاني بوخوي هاتوا متني آوى معناه كردو توا. دتواني وين معناه نك هم أم بتاع أو جوابك استي بوخوي ديدا توا. حالي هشون بو يليرش با أولى ناودا با أولى يعني ما تنكش أما دتواني آوى معناه نك هنا وكو بيشي. حمل نكينا سر منع ملازمة بل كأيش حمل كينا سر منع بطلان تالي الآن عرف زيدة كم شو فالأولى أولى لجواب دا أويا أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات بكترك هاك أوي كمحالا أوي كممنوعا أوي كمحذورا تعدد چندان الذات قديما كهما قائم بالذات بن قائم بنفسه بن او باطلات شنكني او لازلي ولازم ديتن شند خدائي هر كام لوانا الذات بي شند انا الذات لازم دين هر ذاتي دي بيت خدائي بلان خو محالنية تعدد ذاتك واحد وصفات دي قال شند انا صفات شكو صفاتك كان قائم نين بنفسي خويان بلكو قائم بذاتك وا واني اخر كذل صفتن يعني قياميا بذاتي خويان نية بلكو قياميا بذاتي خدائي بس او صفات تظن ابدا خدا نابنا اله
منافات التوحيد وإبطال التوحيد لازم نايته. شو؟ شون جوابي معتزلة داوا؟ كتي أوي دوم كتعدد القدماء محال نبو. محال كاما تعدد الزوات قديمة أو محالة. خل عقيدة إما أو لازم نهاتوا. أدي شو لازم هاتوا؟ تعدد ذاتك وصفات شندان الصفات كقائم بذاتك وا. دخو أو محالني أو منافي توحيد نية. شون كن الصفات كان نابنا إله أو وقتي. نابت منافي توحيد أو شتيا. بس شو بس شيء جواب معتزلة داوا؟ بوقت الراز ذكي قصكي دوهم كتعدد قدماء لما زبي يوم ولا لازم دي بلام باطلنية بلام أو محالنية حاليه شون منعي بطلاني لازم كيكت آخر أقل لدليلك دا لقياسك دا كقياسك استثنائي بو تالي باطل بو مقدمش باطل لبيت بلام أقل تالي نتواني باطل بكي ونيا بطلاني مقدمي لي ولازم نايت او معتزلش بقياسك استثنائي دهات النقد عقلي اشعري عندك لان كنت اجر صفات زائد بالنسبه ذات باري تعالى لي ولازم ديت قدم غير الله لي ولازم ديت تعدد القدماء او تاليه كيا او كصفات زائد بالنسبه ذات مقدمه تاليه كيا او لي لازم ديت قدم غير الله لي لازم ديت تعدد القدماء خذ لكن التاليه باطل تالي باطله شك منافي توحيده فالمقدم مثله مقدمش باطلة كوابو صفات زائد من الزازة بلقو عين ذات او دليل معتزلة ايما ضلين كاكا لو قياسي انقودا اولا جلق لمقدمة كرا تالي اول هل لازم نايت تالي اول كقدم غير الداية او هل لازم نايت غاية بس كاللازم نهات قياسي قياسك انقو هل دوشيتوا شوف الدليل قياسي استثنائي وقتك منتجة كالمقدم را تالي لازم بيتك خو تاليك لازم نهات تالية كي دوهم لازم دي بلان أوجر مقدمة استثنائية كدليل لكن التالية باطل أو مقبولنية أو تالية دوهم باطلنية وقتك باطل بك تعدد الزوات باخو أو تعدد الزوات نية تعدد ذاتك وصفاتي قديمة هذه شون جمع مصفرمي أو لا وايا يعني شي يعني جوابك متنج هر درستة جوابك متنج إشكالي كده نية فايا اخر اجي جوابي مثلا غلط بقى ليه ده بكتب فالصواب صواب او جوابي اول ما زين اقول لكم او جواب بدينا اكيد لا او لا يعني جواب مثلا متنك ما ثاني ما معناه كين بالله ما تنش فهمي لا هو حرف نسب متنك وهي لا هو ولا غيره صفات خدا عين ذاتين او الرد بس المعتزله جل ولا غيره او الرد بس مذهبي معتزله جهم دانان ولا غيره الرد لسر تعجيبي وان لسر مذهب أشاعرة رد لسر تعجيبك يعني مذهب أشاعرة كعيب دار دكان وانية ولا غيره خو صفات خدا غير خدا واندي تبارك وتعالى نيم غيري بمعنى جوازي انفكاك دي كغير نبون أولا قدم الغيرك كالتالي دليل إيوابو لازم نهات أو يك وأو جارك هنا محزور لازم نهات محزور لازم نهات قدم الغير لازم نهات تعدد القدماء لازم دي بلان محزور نية شك خو اوانا غير نين بمعنى جواز انفكاك وقتك كانفكاك يعني دروز نبو يعني ذات نين اخي كانفكاك يعني دروز با دبون بذات دانا دانا بلان كانفكاك يعني لذات خدا من تعال دروز نية ديالا فسنين ذات نين كذات نبون يعني صفاتا قائما بشتكي تلوا بذات خدا دي فس كوابو محزور لازم ناية كتشي محزورك تعدد قدماء متغايرة أو معزولة محزور تعدد قدماء متغايرة هو تعدد قدماء متغايرة لازم نهاد بل لازم تعدد قدماء غير متغايرة وني آخر أحسن جوان ديتوا هم عند بيتوا جوابك كما أنت تفضلنا اللي يرد الله الآن بل ما أنت متنكي ومعنى نكر دوا شونك لأكثر كتاب كلامي دا أو قصي لا هو ولا غيره بشيوي اول معنى كراوتوا ما صيت تفتزانيش هاد بتي وين بشيوي اول معنى كراوا بلا ما هو معنى ما كينوا حروا بجوري كما صيت تفتزاني قصي خوي الان كتي امج متنك جروا معنى كينوا شبلين بلين كاك لا يلزم قدم الغير فلا محذورة قدم لازم نهاد بو غيري خدا فلا محذورة كوابو هيك محذورة كج لازم نهاد بو لان المحذورة تعدد القدماء المتغايرة لا مطلق التعددي محزور تعددي قدماء متغايري خو اواناج متغاير نين خو دي خو مطلق التعددش منافي توحيد نيا
تعددك منافي توحيدك كقدماء متغايرة قائل بي حالي هشو؟ برجو عندي شوي أو جارك أنا أدي نبو معتزلة كتان لاعتراض معتزلة فيلزم قدم غير الله وتعدد القدماء بل تعدد الواجب لذاته كتي والله حتى لازم ديتن أنقو معتقد بتعدد واجب الوجود لذاته ما مصدف فرميتن نا فالأولى ألا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها الأولاش أوي الجرأة إنسان بيدا نكا بوي كقول بك ببون صفات بواجب الوجود لبرزات خويا نوي صفات واجب الوجود لبرزات خويا بل واجب الوجود لبرزات خدا عواضل نلي واجب الوجود لبرزات خونا أها بل يقال بل عواضل كتري بل إن هي واجبة الوجود لا لغيرها بل إن صفات واجب الوجود لا لغيرها بل إن كواجب وجوديان نقل لبرشتكي كغير خويانا واجب الوجود لبرشتكي كشتك غير صفات نية واجب الوجود لبرزاتي خدا خذاتي خدا غير صفات نية لا لغيرها علي عرضم بشونا أعواب نقل واجب الوجود لذاتها بل إن واجب الوجود لبرشتك كشتك غير صفات نية هلوك عين صفات جنية غير صفات نية عوابلي بلا صفات هكذا هو صفات لا لغيرها بل كتشون بلين بل لما ليس عينها ولا غيرها باشا بل وجود صفات كواجبة لبر خاطر مايك كباري تعالى كأو مايا ليس عينها ولا غيرها نا عين صفاتها نا غير صفاتها غير معنى جواز انفكار صفات واجبا لبر ذاتك كأو ذاتها نا عين صفاتها نا غير صفاتها فس واجب الوجود من لا لغيرها نالين واجب الوجود بالذات او يك ناجرين واجب الوجود بالغير شكه وجود صفات واجب نيه لبر ذاتي خويان لحد ذاتي خويان ممكن واجب جنين بالغير شكه وجوب او صفاتانا لبر خاطر كسه ككبار تعالى خو او كسه عين صفات نيه او جا غير جنيه بس نبونا واجب الوجود بالغير هرك واجب الوجود نين لبر ذاتي خويان واجب الوجود نين لبر غير خوش يعني بل واجب الوجود لبر مايك كما كان نعيني أنا نغيري أنا كخدمان تعالى حالي بشونا أعني ذات الله تعالى كما كان منزول في ذات باري تعالى لو مايا حتى ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته أو عبارة حميد الدين الضرير بولد يشي باشا هر أواه أو أو لا أو يا أو قصي كمن تازكتم ككتم صفات واجب الوجود لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرها أو مرادي كسك وكم متأخرين وكو حميد دين الله ذي أوانا كفرمو بيان واجب الوجود لذاته هو أو واجب الوجود الله تعالى صفات الله تعالى مرادي وجلو عبارتها أو يا يعني شون مرادي أو يا يعني الواجب الوجود لذاته آخر أجه هي لذاته بلاي ألف لام برينوا الواجب ألفان موصولة يا آخر الذي يعني الذي أو شتي أو تو كواجب وجودي لذاته لبرزات خوي الله يا وصفاته أو جاء يعني أو شتي كواجب وجودي لبرزات خوي صفات الله أنا وقت لازم دي صفات واجب الوجود من لبرزات خوي يعني بلام أمناين الضمير لذاته بلاي ألف لام نابينوا ضميري لذاته بولاي خدا دا بينه دلين اوشتي كواجب وجودي لبرزاتي خدا هو الله يكيان خدي الله كواجب وجودي لبرزاتي خدا ذاتي خوي وصفاته واوي كواجب وجودك لذاته لبرزاتي خدا صفاتي خدا او عبارتي او ضميري بولاي ألنا بينه بلك او ضميري بولاي الله خدا دا بينه كالمقام مستفادة هذي عرض نبوه ما أنا كشاء ما هو شو عم نوصل فين جوني أواي حلي كذا ترى شو هيك تبي شيء ومعنى كيف بلان لو تقدر شيء قال أي معنى لا ما صار باقي لنا معنى في النبراز جواني جدا وترى بلان براك في شيء ده ترى أو شو هيك جوانا
خلاصه منزول حميد الدين ضرير ومتاخرين كصراحه كنت انا الواجب الوجود لذاته هو الله وصفاته منزول انا وني كبلن الله واجب الوجود لبر ذاتي خوي صفات واجب الوجود لبر ذاتي خويان منزول اوا هي بلكو هي لذاته بولاي خدا دبنوا طبعاً أوي كواجب وجودي لبر ذاتي خدا يك خدا خويتي كوجود واجبك وجودك واجب لبر ذاتي خوي أوي كواجب وجودك لبر ذاتي خدا يك كش صفات خدا كوجود واجب لبر ذاتي خدا أو لذاته هيك راجع بولاي الله كلا خارج وفهم ذكره نقول عيلتان منصولك لسر الواجبين حالي هي شونا؟ معناه شي ليدي أو وقتي خلاصة وايدي ديتان إما بلين صفات باري تعالى دو جهات يعني هي صفات من حيث الذات صفات باعتبار ذات باري تعالى أوجا صفات من حيث ذات خويان صفات من حيث ذات الله أوجا حالي هي شونا؟ صفات من حيث ذات خوان اگر ملاحظه کی صفات خدا ممکنه یعنی نه وجود یان واجبه نه عدم یان واجب حالی هي من حيث ذات ذات خوان وجود و عدم یان علی السویه بلان است که وجود یان واجبه یان لازل ده که وجود یان هر واجبه وجود یان هر واجب بوا که واجبه لبر چی لبر ذات باری تعالی وجود یان واجب بوا بنيا بمراعاة الذات باري تعالى كبذات باري تعالى جبيتا كمالها بيتا نبوني او صفاتا نبوني كمالا محالا لبرخاتي اوايا كخدا او صفاتنا وجوديا واجب بوا بس وجوديا واجب بوا لبرذات خدا وجوديا واجب بوا نقل برذات خويا ادي لحد ذات خويا ده وجود عدميا على السويه يا حالي هي شلون اها وجودي خويا ممكن لحد ذات خويا ده يعني أوايا مرادياً أنها واجبة لذات الواجب تعالى صفات واجباً وجودياً واجبة عدمياً محالة أخيك وجودياً واجب يعني عدمياً محالة صفات كواجبة وجودياً وعدمياً محالة لبر ذات واجب تعالى لبر ذات خداوند متعال وأما في نفسها أما صفات من حيث الذات خوياً ده حد ذات خوياً ده صرف نزل لمقايسان دقل ذات باري تعالى صرف نزل لوا فهي ممكنة خواه صفاتنا شنا ممكنة لحد ذات خويان دا حاليه شون جا خبر الله آخر قاعدة كمان هبو بيشتر كتمان هرشي كي ممكن به حادثة هرشي كي ممكن به كل ممكن حادثة دا اقا صفات ممكن بن لحد ذات خويان دا به حادث بن خو اقا حادث بن دا بتقصي كرامية لولا ولازم دا خداش ببت محل حوادث غلط دا به ظل نه، او قاعده که ظل کلی ممکنک حادثه، او ممکنانه که غیر ذاتی خودن. حالی هی، کل ممکنین غیر ذاتی باری تعالی به حادثه. خو او صفاتا ممکنن، بلام غیر ذاتی باری تعالی نین. پس او قاعده یه که کل ممکن حادثون شاملیان نه. سی باشه، خبرت بله سؤال کیتر. باشه او قاعده شاملیان نه. بلام اون بوم هضم نکرد. شتک ممکن به وجود و عدمی علی السویه به. عين حال ده ازليش بيت اون بو هزم ناكري حالي هي حوج ده بو خو شي اشكال كده ولا استحاله في قدم الممكن اذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل عنه هيك محاليه تقنيه لودا كم ممكن قديم به ممكن كمان صفات خدا محاليه كقديم بن كانجي محاليه اجر او ممكنه قائم به بذاته كذاتك قديمه وواجب لبو او ذاتها ولو ذاتي جدانا بيتوا اگر ممكنك هلكوه واجب لبر لبو ذاتك كذاتك بخوي قديمة كذاتي خدايا و او ممكنه هرگز لو ذاتي جدانا بيتوا و او ممكنه لازم بلبو او ذاتيا حالي هشون دي باشا محالنية ذاتكش قديمة چونك اوش لازم او ذاتيا لو ذاتي جدانا بيتوا بويا اوش قديم بيتن با ممكنش بلا حد ذاتي خويدا حالي هشون هذه ممكناتي تر بو قديم نينا شو كم ممكناتي تر انفكاكيان لذاتي باري تعالى محال نيا بس بو ايش يا لقدامي خدارا قدامي وان لازم نايت اوان حادثا كل ممكنين اوان كان ممكنا يعني شي يعني ممكن غيرا ممكنا كغيرا يعني انفكاكيان لذاتي خدا درستا اوان قطعا حادثا شمكن اوانا بخويا نزاتيان داوي وجود دكا نزاتي باري تعالى لازل دا داوي وجود يواني كردوا علي عارفين بوش وانا؟ أها. بس ممكن يا رب تعبده
ممكن أكيد جبت قديم صفات وان فقط صفات وان جاء لنا وممكن هذا فقط صفات وان كقيام ينهبتا بذاته كقديمة وكذات باري تعالى واجبا لبو أو ذاته انفصاليا لو ذاته ونبي فقط صفات وان غير صفات شتكي ترمانية لا ممكن هذا شتكي ترمانية غير صفات أو حالته ونبي حالي هشون أخ باشا واجبا له لبو قديمة كان نك واجبا لبو خويان ودلن واجبني لبرزاتي خويان واجبا له عبارتك شاولك ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا له نك واجبا لبر خويان واجبا لبر خاطر قديمة كان فسنا بنا واجب الوجود لذاتها لبرزاتي خويان لبنا واجب الوجود لبرزاتي ذاتي واجب الوجود كباري تعالى يا فرقين يا جا له ينبي فليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة حس كوابو نتيجة هر كام لو قديمانا مثلا علم قدرة حياة إرادة سمع بصر كلام بقايا تكوين باشا هر كام لو قديمانا خو إله نين وقت كدبون إله كذات بن وبخويا من حيث الذاتي خويا واجب الوجود بن ذات بن قائم بنفسي خويا بن قديمش بن او اختبال ولا اختي لازم ديتن او هذيك ببدا الى عاد اختي منافي توحيد او شتي فيا بلام الان كدلين اوانا لحد ذاتي خويا دا ممكن لك واجب الوجود وجوب وجود كبويا ثابت بوا لبر ذاتي خدايا بويا ثابت بوا وقيام ينهي بذاتي باري تعالى وانفكاك ينابي لذاتي باري تعالى يعني وني آخر إنك كان نبي يعني قيام يعني بذات خدا والنكر بذات خدا هذا وني يا خلنا دانا نبون بإله كل لو قديمانا حتى لازم بيتا لوجود قدمارا وجود آلهة ببيت منافي توحيد وبيت إبطال توحيد وني يا زوجو أنا أما اشتكي تب ما وصلت فرمي هل بر خاطري ويك حتى إيهامي خلاف أجنبيتا فصفات ألانا كانت جالي كشتا فيش وقت ما وصل معنا بكينا صفات استي قديما يعني قديما من صفات باري تعالى قديما ذات باري تعالى شهر قديمة بو تفاوتها ذات باري تعالى كقديمة واجب الوجود لبر ذاتي خوي صفات كقديما ممكن لحد ذاتي خوي عنده واجب الوجود لبر ذاتي باري تعالى هذا أرزم بوي جباشا الآن إيما هر مطلقة بلين بلين ولا مطلقة صفات قديما هل أوى ببي والكباسي ذاتي خدا بكينها بلن صفات قديما تفرميتا ما وصل تفرميت شاك ويا واينالي هذه شون بلي بل ذاتي خدا قديمة دقل صفاتي خوي ذاتكش بلي بويك بو خلطي معلوم بك أو صفاتنا قيامي أنها بو ذاتي بويك إيهامي تعددي آلهة شلي ولازم نيتا تعددي آلهة نهات حتى توهمش نيتا آخر بلي صفاتكان قديما باسي ذاتي خدا نكي كبرا فيوه اتو صفاتكان دانا بذات دادني ابلان بلي ذاتي خدا قديمة دقال صفاتي خوي وايا شاو ذاتكات اول اكتو يعني فقط ذاتكي بخدا دادني صفاتكي صفاتي او خدايان بلان او صفاتي بخدا داناني او حتى ايهامي تعدد آلهشي تدا نية ما مصدر فرمي لكن بلان لوراك اكتم صفات قديمان ينبغي فكرة وانا چه كهر مطلقة ايما بلين صفات قديمة باسي ذاتي خدانا كان باسي صفاتك كان جداد نا ينبغي ان يقال الله تعالى قديم بصفاته ايام بصفات فرقنا كبذاته موصوف بصفاته نسيم قديم بصفاته لا جوان وايا جوان وايا ينبغي يعني جوان وايا كبكتريتا الله قديم بصفاته خدا قديمة دقل صفاتي خوي يعني خدا قديمة وموصوفة بصفاتي خوي ادي شو قديمة كي نسبة دي بولاي ذاتي باري تعالى دليك قديمة دقل صفاتي خوي صفاتكش قديما بلام اول ذاتي خدا تكتو اود بزاد دانا وانا دا صفاتي وي دانا اول كوابو تعدد آلهي هل بوني تعدد آلهي شي لنا يقصك ادي ولا يطلق القول بالقدماء او يعني ينبغي جوان وايا ك مطلقة قول نكرب قدماء مطلقة
هر بلي ولا صفات قديمة بمطلقي بلي بل كنت شبكي مقيد بكي بلي الله تعالى قديم بصفاته شا صفاتك الله تبالي تعالى لا بقديم دابا حالي وشونا بو واتشاكا ايدي مطلقة قول نكريتا بقدماء مطلقة هر بلي ولا قدماء متعددا ولا قديم زور مان هيا هل مطلقة اوين لي بو لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية حتى وهم شنواندا لقسي تورا ذهاب نك ونرواب لا يويك كلك لو قدمائك تباطي لكي بمطلقي هذيك قيامها يا بذات خويا وهل كام لوان موصوفة بصفات الألوهية وصفات كمال أوانوا أخا قبلي ها مطلقة قبلي ولا قدماء زور زور شتي قديم مان هيا كبرة في وادبي يعني ها قديمي قائمة بذات خويا وهل كان متصفة بصفات الألوهية توهمي ويدا شيطان هاش قصك اللي حد ذاتك ويدا هر دروستا ها بلان او توهمي تدايا بوي او توهمي جنمينتن اتوبلي خدا قديمة وباري تعالى هل ازل دا موصوف بو بصفات خوي كوابو صفات خداش قديما داشا بلان كدلي خدا قديمة دقل صفات خوي يعني امن او صفاتنا بقائم بذات خوي النازان بلكو قيام يعني هي بذات خدا و بس كوابو او انا بإله دانانم متصف بصفات الوهية جنين او صفاتها حالي هي شون؟ بلا ينبغي يعني واد شاكا ينبغي اكتلا يعني شاك وايا معنى لازم نية ينبغي يجبو معنى لازم ينبغي معنى لازم ها؟ هاتو يا مريم معنى وجوبش؟ ها؟ شو ده هاتو؟ ما يحسنوها. ها يحسنوها معنى يحسنوها. خلاص هاتو بيجي معنى يحسنوها. هر دروستا. بو دروستا لبر خاطري اوكل اتوخو معتقدني او انا زعتن. معتقدني. بادي فقط بويك او توهما بوك خلقي تبنى يا تبيشي اتو اوي مال بوخاتو توهم بو غيري تبنى يا تبيشي لا انا بو نعبار نبي ما فوق ما باش دي اخو اواش قصيه كي كفيشي كتو معنا معناش ما انكردو توا هما قصيه حميد الدين الضريرية قال لي بيرتان بيرتان معناش ما انكردو توا بلا ما مصادة فرمي اولا ليرش كتي اولا وايا يدي هو ايديا وقتي ما وصيب الجوري بوالي والله ما وصيب لي رنيك الصواب وايا كتي اولا وايا او انا هم اولا بسر دهار فالاولا ان يقال اهلا اولا كيو بي فالاولا ان لا يجترى على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها اولا او يكا اجرأة نبيتا من يا نيك الصواب وايا اخو حالي عارزم بوش وانا يعني ذكرت معتقد ببوك صفات واجب الوجود لبر ذاتي خوشيان بسان اشكالي هر تيدانية شو كي وقتك دلي صفتا وقتك دلي انفكاكيان لذاتي باري تعالى محالة وقتك دلي قياميان بذاتي باري تعالى هيا وجوبي وجوديان لبر ذاتي خوشيان بألوهيتي هل هو لازم نايتا فانيا زور جوان دلي غلط Thank you.